السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم. اهلا وسهلا بكم في القناة، وبشكركم جدا على تشغيلكم للفيديو. الحقيقة يا جماعة، يوم الجمعة اللي فاتت ظهر لنا موقف كده غريب ما شفناهوش قبل كده في حياتنا. يعني ان للأسف الشديد ان في بعض الناس اللي بتحاول ان هي عشان تكسب بونت سياسي او تفتعل حركة تقوم بقى تتمحك وتعمل حركات في الدين الاسلامي، وللاسف ان هم بيدوا انطباع سيء. طلع لنا واحد على منبر وشايل سيفه، والحقيقه ان ده ادى فعلا انطباع لغير المسلمين بشكل بصراحه. يعني واحد علشان يعمل حركه سياسيه او كارت سياسي عمل حركه بصراحه بيشوه بيها الدين الإسلامي اللي هو الدين التسامح ودين الرحمة فعلا بمعنى الكلمة، للأسف الشديد. وممكن واحد بقى شوية ناس بقى يطلعوا لي ايه انت بتدخل السياسة في، يا عم بدخل سياسة، هو مين اللي دخل السياسة في الدين، انا ولا اللي طلع ماسك مخلي واحد طلع على المنبر وماسك السيف في وسط المسجد؟ يعني بصراحة للأسف ان ناس كتيرة اخدت انطباع. طيب هل يا جماعة الموقف يعني بيبقى بالشكل ده؟ هل الامور هي فعلا في الدين الاسلامي بتتاخد بالقوة وبالسلاح وبالسيف؟ ده اللي فكرني بصراحة لقصة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، اللي هو الارض اللي عمل عليها المسجد بتاعه جامع عمرو بن العاص، القصة الشهيرة. وهل هو فعلا برضو عمرو بن العاص لما جه اخد الارض عنوة من السيدة القبطية وخدها كده بالشكل ده؟ خلينا كده الأول نبص على جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو بن العاص يا جماعة، أول ما اتبنى يعني سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وكل الصحابة اللي هذكرهم رضي الله عنهم أجمعين، سيدنا عمرو كان أول حاجة عملها لما عمل مدينة الفسطاط أراد إن هو يبني المسجد. وسبق قبل كده واتكلمت عن الفتح الإسلامي، ومفيش تاني وتالت وعاشر، مفيش فتح حصل في مصر غير الفتح بتاع سيدنا عمرو بن العاص فقط. الفتح ايه هو الفتح؟ الفتح يا جماعة اللي هو لما بيبقى الجيش الإسلامي بيدخل على مكان ما كانش فيه الإسلام، عشان بس الصورة تبقى واضحة. يعني مفيش حاجة اسمها الفتح الأموي، مفيش حاجة. أو الحاجة التانية كمان بقى، إن ممكن تتاخد التاني فترد التاني للمسلمين. يعني مثلا زي قلاوون لما فتح عكا للمرة التانية، يعني عندنا صلاح الدين الأيوبي وبعد كده الصليبيين أخدوها وجي قلاوون فتحها للمرة التانية، واضحة كده. لكن مفيش حاجة اسمها الفتح العباسي، مفيش حاجة اسمها الفتح العثماني، مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها الفتح الفاطمي، مفيش الكلام ده. يعني هو الفتح بس عندنا هو مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما سيدنا عمرو بن العاص عمل مدينة الفسطاط حب ان هو كان عاوز يعمل المسجد، واول ما اتعمل الجامع ما كانش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ده كان جامع بسيط بمساحة أقل من كده، كان معمول من الطين اللبن وجذوع النخل، وكانت الأرض بتاعته كانت عبارة عن حصى. جه بعد كده سيدنا معاوية بن أبي سفيان في عهده كان الوالي بتاع مصر، كان سيدنا مسلمة ابن مخلد. ومسلمة ابن مخلد ده ليه باع كبير، ده صحابي يعني جليل. مسلمة ابن مخلد ده من ضمن إن لما كان سيدنا عمرو كان طلب مدد من سيدنا عمر بن الخطاب، بعت له ساعتها كان الزبير بن العوام ومسلمة بن مخلد وكان المقداد بن الأسود، كانت فرقة يعني كبيرة، وتسلقوا حصن بابليون وفتحوها ودخلوا المسلمين. فكان في عصر وقت سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان ساعتها الوالي كان مسلمة بن مخلد. مسلمة بن مخلد عمل توسع أكبر في الجامع وغير الأرضية بتاعته، بدل ما هي حصى عملها حصير، وعمل المآذن. يا جماعة المآذن دي ما كانتش موجودة، ما كانش فيه المآذن بالشكل ده، يعني أمر بوجود أربع مآذن. جت بقى بعد كده في الحروب الصليبية كانت حرق وتهدم، وجي ناصر صلاح وصلاح الدين الأيوبي هو، وكان طبعا مسلمة بن مخلد عمل له زخارف، بس لما تهد بقى جه صلاح الدين الأيوبي وأمر بترميمه وإعادته من جديد وبزخرفه، إلى أن هو بقى في الوقت الحالي بالشكل اللي انتوا شايفينه. قصة بقى سيدنا عمرو بن العاص، أنا من الناس اللي بحبه جدا على فكرة. يعني لما تيجي تقرأ كده لعمرو بن العاص، كان سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام كان عنده ذكاء ودهاء غير طبيعي بجد بجد. يعني من الشخصيات اللي بتعجبني قوي 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 يعني بصراحة. مسلمة بن مخلد ده على فكرة الضريح بتاعه هنا في مصر القديمة. سيدنا عمرو لما جه يعمل المسجد
كان عاوز يكبر الارض، يعني عايز الارض تبقى كبيره عشان يعمل عليها المسجد. فكان في قطعه ارض بتملكها سيده قبطيه، امراه كانت مسيحيه كانت واخده عندها قطعه الارض دي. في احدى الروايات عندنا ان هي كان عليها بيت وكانت فيها يعني بتربي فيها ايتام. فسيدنا عمرو بن العاص في عندنا روايتين، الروايه الاولانيه ان هو قال لها ان انا عايز الارض فهي رفضت، وكان عندها السبب والمانع كان قوي ان ده مكان لايتام وبتربي فيهم الايتام. وفي روايه اخرى عرض عليها ان هو ياخد منها قطعه ارض بحجم يعني في روايه اخرى بحجم قطعه او رقعه من الجلد، فهي وافقت. فهو كان شديد الدهاء فجاب الرقعه من الجلد وعملها شرايط رفيعه جدا 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 بقت اطوال، خد مساحه كبيره. المهم في كلا الحالتين هو ضم الارض ديت، فطبعا اتضايقت ومش عارفه تعمل ايه. فطبعا كل الاحترام والحب والتحيه لاخواتنا المسيحيين، اخواتنا بدون اي تفرقه خالص، هما شركائنا في الوطن والمواطنه، هما اخواتنا بمعنى الكلمه فعلا، عشان كلامي ما فيهوش اي تحيز طائفي نهائي، انا بروي روايه تاريخيه عاديه جدا. فهم قالوا لها ان انت تروحي لامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، واخدت معاها الخادم بتاعها وراحت المدينه. وبعد رحله شاقه لغايه هناك بتدور على القصر اللي فيه سيدنا عمر، قصر ايه ده، مش قاعد في قصر ولا حاجه، لقت واحد شكله بسيط وثيابه او ملابسه نقدر نقول انها اقل من المتوسط. فما بقتش مصدقه ان ده امير المؤمنين اللي بيحكم الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا، كل المساحات الشاسعة اللي بتتمدد دي، ده أمير المؤمنين. فراحت له فبيقول لها سيدنا عمر في إيه؟ قالت له، راحت حكت له القصة، قالت له الوالي بتاعك عمرو بن العاص اللي هو بيتكلم على إن الدين الإسلامي دين التسامح وي وي وي، أخذ مني قطعة الأرض بتاعتي وأنا كنت رافضة. وكان سيدنا عمرو بن العاص في الوقت ده كان عنده العذر ان هو شايف ان دي منفعه عامه. ففي عندنا روايه بتقول ان هو اخذ قطعه من العظم، من العظم يعني حته عظم كده باليه، وفي روايه اخرى قصاصه. المهم كتب عليها من عمر بن الخطاب الى عامله عمرو بن العاص، ليس كسرى باعدل منا والسلام، وراح مديلها القصاصه. فهي خدت الورقه، ايه الورقه دي، وراحت رميها. قالت بقى عمرو بن العاص هيشوف الورقه دي وهينتبه. فالخادم بتاعها قال لها يعني احنا جينا الرحله الطويله الشقه دي وما ناخدش القصاصه؟ ما ردتش عليه. راح هو الخادم بتاعها راح واخد القصاصه وراح حاططها معاه في جعبته. رجعوا على مصر قالوا لها عملت ايه؟ قالت لهم حصل كذا كذا ورميت القصاصه. قعدوا يلوموها قالوا لها يعني انت بعد الرحله الكبيره ديت بترمي القصاصة ازاي؟ فجي الخادم وراح مطلع على القصاصة وقال القصاصة اهو. كان يوم جمعة، سيدنا بقى عمرو بن العاص ماشي في الموكب بتاعه ورايح على المسجد علشان يصلي، وفي موكب بقى وكده. فاعترضوا منادي يا عمرو بن العاص في حد جاي لك من امير المؤمنين عمر بن الخطاب برسالة. فدخلت عليه المرأة القبطية وراحت مسلماله القصاصة. عمرو بن العاص قرأ اللي في الورقة، ليس كسرى بأعدل منا، ووشه شحب ولونه اتغير وطقطق كده راسه في الأرض وابتدت دموعه تنزل، وقال لها لو تسمحي إن أنا أصلي الجمعة وبعد كده أهد المسجد وادي لك البيت وابني لك البيت من جديد، اديك الارض وابني لك الجديد، ولا عايزانا من قبل ما نصلي ادي لك البيت دلوقتي حالا. فالسيده كانت في قمه دهشتها واندهاشها، ايه اللي بيقوله ده وايه معنى، ايه الفحوه، اشمعنى ليس كسرى باعدل منا، زلزلته وغيرته كده. حكى لها عمرو بن العاص قال لها لما انا كنت انا وهو قال يعني لما قرأ الرسالة قال لما قرأ الرسالة قال سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، حقا ليس كسرى بأعدل منا. قال لها لما أنا كنت أنا وعمر في مرحلة الصبا
رحنا لفارس، بلاد فارس. وكان كسرى في الوقت ده في عز مجده وعز جبروته، فكان عايز يعمل القصر بتاعه وعامل القصر بتاعه. واحنا رحنا وكان في احتفال كبير، كان احتفال وطني هناك في القصر، والقصر على مساحة شاسعة جدا كبيرة. وفجأة توقف الاحتفال. كلام ده بيحكيه سيدنا عمرو وسيدنا عمر، كانوا ساعتها في القصر كسرى وبيتفرجوا على الاحتفال في بلاد فارس في مرحلة الصبا. والاحتفال شغال، ومرة واحدة وقف الاحتفال وراحوا مرافعين السجاد، واتفتحت فتحة من القصر من السور، ودخلت ست عجوزة وجرى وراها بقرة، وفضلت ماشية 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 ماشية، والناس كلها عمالين يبصلها لغاية ما عدت الناحية التانية، اتفتح لها مكان من السور التاني وعدت، وجات ناس وراحوا منظفين مطرح البقرة عفوا، وراحوا حاطين السجاد وكملوا احتفالهم. الكلام ده كان في وقت ايه؟ اول النهار. جم على بعد العصر اتكرر من الفتحة من السور ده، وراح التاني الاحتفال راح واقف وشالوا السجاد، والست راحت داخلة بالبقرة اللي معاها وماشية ماشية ماشية لغاية ما طلعت من ده. ايه الشغلانة الغلبي دي؟ ايه يا عم ايه اللي هو في ايه اللي بيحصل؟ قالوا لهم كسرى كان وهو بيعمل القصر بتاعه كان في كوخ على قطعة ارض، والكوخ ده والارض دي المفروض انها تنضم للقصر. فكسرى عرض على الست ان هو يشتري الارض دي والكوخ. السيدة رفضت، عرض عليها مرة واثنين وتلاتة، فراحت موافقة، قالت له حديها لك بشرط ان انت مش هاخد منك فيها فلوس ومش هاخد اي مقابل، ولكن تسيبني ان انا اروح وارجع من خلال القصر رايح جاي علشان ارعى البقرة بتاعتي. وكان كسرى عادل واتفق عليها بكده والتزم بالقصة دي. فلما قص على السيدة القبطية بالقصة دي قال لها حقا ليس كسرى بأعدل منا. المرأة القبطية كانت في قمة اندهاشها وقالت أهذا هو الإسلام؟ وأعطته الأرض. ودي كانت قصة بتمثل يا جماعة مدى التسامح والعدل الحقيقي اللي في الدين الإسلامي. مش كل حد يطلع لنا ويتمسح بالدين ويعمل مشاكل ويعمل أخطاء، أو إنه هو عاوز يستغل الدين بشكل ما أو بآخر لمصالح معينة هو رمز للدين الإسلامي. لا، اللي حصل ما كانش رمز للدين الإسلامي. الدين الإسلامي مليء بالآلاف من القصص اللي فيها رحمة وتسامح. أتمنى أن القصة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هنوصيكم بقى باللايك والشير، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.